السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في استئناف حلقاتنا الماتعة التي يعني تقر بها العين ويسعد بها القلب مع أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود حفظه الله. وقبل أن نستأنف ما وقفنا عنده يا سيدي الحبيب، كنت أريد أن أقول شيئا بين يدي الكلام عن الأبحاث والمخبأة والمتوارية والمنسية والمتروكة من أجل الأشغال والأعباء التي يعني أثقلت كاهل حضرتك، ربنا يحفظكم ويرضى عنكم وينفع بكم. قضية أثر يعني كان الأئمة الإمام أحمد عندما يعني بات عنده بعض الطلبة فقال له طالب علم ليس له ورد بالليل، متعجبا يعني. نريد من شيخنا، وأنا أعلم كراهتك لفتح هذا الباب، ولكن أحببت أن أقول يعني كما سأل بعض التلاميذ الإمام الدرقطني: هل رأيت مثل نفسك؟ فقال: قال رب العالمين فلا تزكوا أنفسكم. فأنا يعني إنما سألت هذا من باب يعني النفع لي ولإخواني يعني من طلبة العلم الذين يعني ربما قضوا حياتهم في غير ما ينبغي أن يقضوها، فأريد أن أرى أثر العلاقة بالله عز وجل والتذلل له والافتقار في حياة العالم بحثا وفتحا ومطالعة ومددا. حضرتك بتقول لي أنك عندما تشرح للطلبة تجد أن الله عز وجل يجري على لسانك ما لم تكن محضرا له، وأن الله عز وجل يعني يمدك بهذه الأشياء. فأنا أريد يا شيخنا مثلا يعني قضية، حضرتك قلت لي تبدأ يومك بالورد، ورد القرآن. بعض الناس يؤجل الورد لأنه ربما يريد أن ينجز، ف كيف يعني ترى هذا الأمر وما تعليقك على هذا الأصل العظيم في سعي الإنسان لتحصيل العلم وتطبيقه في ميدان العمل؟ أنا أسف طولت يعني في السؤال. الحقيقة إنه المسؤولية على العالم أكبر منها على غير العالم، ومحاسبته عند الله أشد من محاسبة غير العالم. أما بالنسبة للقرآن فكان الشيخ علي حسب الله رحمة الله عليه قال لنا إننا نعرف اليوم بالتاريخ الميلادي، نعرف كم مضى من الشهر، لكننا لا نعرفه بالتاريخ العربي. فلما رأى ذلك بدأ يقرأ كل يوم من بداية الشهر العربي جزءا من القرآن، فيقول إنه هو مثلا في الجزء الحادي عشر، يبقى اليوم الحادي عشر من هذا الشهر العربي. والله أنا يعني التقطت منه، هذه كانت إفادة لي، التقطت منه هذا، وظللت أقرأ القرآن جزءا كل شهر عربي. لكن في رمضان نجتهد أكثر، في رمضان من الرمضانات يعني ختمت ثلاثة أجزاء. نعم. في اليوم. في اليوم، فصار هذا وردي بعد ذلك. ما شاء الله. يعني كل عشرة أيام من الشهر يكون في ختمة. يكون في ختمة. إحنا الحقيقة إذا لم يقم أهل الشريعة بما يجب عليهم في شريعتهم وبما يمدهم من الله عز وجل من إمداد، لن نتصور عالما للشريعة
يبحث عن الدينار والدرهم أو عن مكانة أو عن يعني وظيفة، وهو يعني يعلم من الشريعة ما لا يعلمه غيره. يعني كان ينبغي لها كما نراه في السلف، السلف الصالح، إنه كان فيهم تخن، يعني يعني حدث لا يحضرني اسمه، لكن يمكن إن أنا يعني أجيب لك الاسم بعد ذلك. نعم. إنه كان أحد العلماء يدرس، فمضى في يوم يعني شديد الحرارة، ودخل حانوتا يعني يطلب فيه ماء، فلما دخل عليه شخص بالماء مضى وترك الحانوت حتى لا يقال إن هو يأخذ على الدرس أجرا. فبهذه النوعية وهذه الصورة يعني إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي العلماء إلى يعني إرضاء ربهم، لأنه يعني الذي أنزل القرآن والذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه وبالحكمة التي يعني مع القرآن، لا يستطاع الوصول إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى إلا بفعل ما يرضى به، وإلا أن يكونوا أمثلة وقدوة لغيرهم. من غير ذلك سوف يحاسب الإنسان حسابا يعني نرجو من الله أن يكون يسيرا، لكن أول يعني ما يحاسب هم العلماء عن علمه فيما يعني عمل به. فإحنا هذا على اعتبار أننا علماء، وإذا قسنا أنفسنا بمن سبقنا فإنما نأخذ من العلم أدناه. حفظكم الله سيد. يعني السلف ضربوا لنا المثل في الحفظ، من يحفظ الآن؟ والإتقان والسلوك والأدب والزهد، وأحمد بن حنبل ده يعني هذا الرجل الزاهد كان أولاده يشكون منه أن يأتيهم شيء من السلطان أو من كذا أو من كذا فيرفضوا. هذا حي إلى الآن بسيرته وبعمله وبما أسبغه الله عليه من رضا حقيقة. فأنا لا أقول إني أنا عالم، وإنما أنا باحث ومدرس لهذا البحث، ولا أعرف عن نفسي غير ذلك. ربنا يحفظكم يا سيدنا، بارك فيكم. ربنا يحفظكم ويرفع قدركم يا سيدنا. طيب يا سيدنا، أنا انتقالا من هذه النقطة العظيمة، أعلم أن لكم أبحاثا لم تنشر، لا سيما ذلك البحث الذي أنا متشوق إليه على المستوى الشخصي، البحثك في تهذيب الآثار للطبري، وأنكم كنتم أخبرتموني أنكم زرتم أبا فهر محمود نعم محمد شاكر رحمة الله عليه. لا، وكان بمناسبة الأستاذ محمود متشاكر أخو أحمد محمود شاكر. محمود شاكر نعم، يعني لأنه هو كان حقق هذا الكتاب. نعم. فكان هناك يعني في مقدمته شيء يقول إنه لا يدري وليس عنده وقت ليبحث هذا الأمر، وهو أن الإمام الطبري رحمة الله عليه كان يذكر الحديث ثم يعلق عليه قائلا: هذا حديث صحيح عندنا سنده،
وقد يكون عند الآخرين ضعيفا لعلل أو لعلة، ويعدد العلل ثم لا يذكر الرد على هذه العلل. الرد على هذه العلل، فكيف يكون هذا الأمر؟ فمن أجل ذلك يعني أنا بحثت هذا الأمر وقرأت في التهذيب يعني كثيرا، و أحيانا أظن أنه يعني لا يجاهل أحدا فأجده يجاهل أحيانا كذا أحده يعني هذا هو الأمر، يعني هو مقر بأن في هذا في الحديث مقر هذه مقر الآية. بأنه فيه كذا، لكن هذا الحديث حديث صحيح وهو فيه مثلا من قيل فيه مجهول أو شيء من هذا. سبحان الله. وبعدين اللي يعني يبدو أنني توصلت إلى أنه يعني يأتي بالحديث بطرق مختلفة، لأنه كان يأتي بالحديث أحيانا ويأتي بشواهده من البخاري ومسلم. سبحان الله. فكأنه كان يعني يصحح الحديث بمتابعاته. نعم. بمتابعاته. نعم. نعم. وهذا البحث يا سيدنا إيه مصيره؟ هو موجود عندي إن شاء الله، ويعني إذا أحببت أنسخ لك منه نسخة، أنا أحبه لكن يعني كثيرا. أنا كنت بقول إنه أريد أن أجمع هذه الأبحاث. يعني كم في كم تكون يا سيدنا الأبحاث لو أنها جمعت في مجلدين ثلاثة لا أربعة؟ لا لا مش ما فيش كتير كده، لأني أنا بطيء جدا في التأليف. يعني تذكرت يا سيدنا عندما يقولون يعني أن علماء أهل مصر يعني يستطيل الواحد منهم في البحث طويلا ولا يكمل كتابا. انا ابتعد عن الكتب اللي هي يعني امور كثيره. انا يعني كنت الحقيقه يعني كنت عايز مثلا بالنسبه لل المهم انه هذا الـ الـ يعني في ابحاث عندي في الحديث، نعم، يعني مثلا اختيارات البخاري، نعم، الشافعية بيقول وده منهم وده مش عارف مين بيقول وده منهم، يعني بيوجد في طبقاتهم. نعم نعم وما هي الاختيارات؟ فلما ناخذ اختيارات ابن تيمية نجدها هي الاختيارات التي يقول بها وليست من المذهب. نعم. قد يكون أحمد لي آراء كثيرة، لكن المذهب استقر منذ المنقح هذا على يعني على مذهب معين، ده بالنسبة للمتأخرين. نعم. وبالنسبة للمتقدمين كان حاجة زي مثلا الكتاب بتاع المقدسي، نعم، المغني، نعم، مغني ابن قدامة، ده من المتوسطين. نعم. المهم انه من يخالف ليس المخالفة معناها ترجيح رأي على رأي، ولكنها معناها أن يكون رأيه مخالفا لرأي المذهب الذي استقر عليه. نعم نعم. فأنا بالنسبة للبخاري في اختيارات من هذا النوع، بحث في اختيارات البخاري اللي يخالف فيها أهل الحديث، نعم، وقد يتفق فيها مع مذهب يعني يهاجمه وهو المذهب الحنفي مثلا. مثلا. نعم نعم. فهو رأي يعني حر، هذا من المجتهدين المستقلين المطلقين. نعم. سموهم مطلق، مجتهد نعم. مجتهد مطلق. نعم. ترى في ان الامام البخاري حصل هذه المنزله لان في مجتهد المذهب وفي مجتهد كذا يعني. بعض الناس يقول يا سيدنا لو ان الامام البخاري تفرغ للفقه لصار يعني صاحب مذهب. يا سيدي هو فقهه يعني يتعب الناس في فهمه صحيح صحيح وفي جمعه وفي الكتابة عنه. طب بعد إذنك يا سيدنا كده يعني باب الفائدة، من وجهة نظر حضرتك لماذا أتعب الإمام البخاري الأئمة هكذا وصنف كتابه يعني ملغزا هكذا؟ لأنه يعني أراد أن يستنبط من الحديث، وكل استنباطه من الحديث في التراجم. نعم. لا يتكلم عن الفقه إطلاقا بعد الحديث، إنما يتكلم عن بعد سياقه للحديث
عن مسائل تتعلق بالحديث، نعم من أن فلان تابعه يعني كذا. رواه موقوفا، أو أن فلان كذا، أو يعني شيء من هذا القبيل. نعم إنما كل كلامه فيما يتقدم إما يعني يكون في كلمة غريبة بيشرحها، فبيأتي لشرح ما يناسبها أيضا من الكتاب الحكيم، ها؟ وإما أن يكون الكتاب يعني في بعض الأبواب والتراجم قد لا تجد إلا ترجمة، نعم ليس فيها حديث. ليس فيها حديث، وفي بعض التراجم يعني الترجمة ثلاث أرباع الحديث، والحديث يعني حديث واحد أو حديثين. صحيح. ليه؟ لأنه بيستنفذ هو يعني هذا الأمر في ما يتعلق، ولذلك يعني اللي هي المقطوعات أو الحديث المعلقات نعم يعني هي بتكون في ترجمة بس، نعم تكون في الترجمة فقط، نعم وكونها يعني صحيحة أو غير صحيحة بحسب اللفظ اللي هو بينطق به، يعني كما قال العلماء. نعم فالبخاري فقيه، نعم وفقيه مطلق، نعم ويأتي بما يخالف أهل الحديث وهو منهم. نعم آه. نعم طب سيدنا، يعني أريد أن تختم بنصيحة ووصية لطلبة العلم عامة، لا سيما في هذا الزمان الذي يعني تآكلت فيه كثير من القلوب وابتعد فيه كثير من الناس، واشتغلوا بالثرثرة والصخب وبالشبكة وما يدور فيها وبمتابعة الأخبار التي يسمي بعض أهل العلم محرقة الأعمار. بما ينصح سيدنا طلبة العلم والباحثين في هذا الزمان؟ يعني شوف يا سيدي، هو هذا العلم علم، يعني نحن نتكلم عن العلم الشرعي، نعم وهذا العلم الشرعي لا يصلح إلا بموافقة الشريعة، نعم بموافقة السلوك الإنسان للشريعة، نعم وبأن يكون سلوكه مع الناس بالأدب الذي أدب به يعني أهل العلم نعم وأصحاب الشريعة، نعم وسلوكه في حياته لا يعني يخرج عن هذا السلوك، أن هو مكلف فرضا بأمور مفترضة على المسلم، من غير المعقول أن يكون مفترض عليه هذا من الله سبحانه وتعالى ومن القرآن الكريم، مثل الصلاة مثلا ولا يصلي، نعم ها؟ نعم أو يكون في أدب من الآداب اللي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يشرح كتاب الله يعني ولا نتأدب به، نعم لا نكون يعني إمعات، نعم ما يقوله الناس نقوله، نعم لابد من إن احنا يعني نرجع إلى مصادرنا نعم وننظر فيها، نعم ويبقى القول قولها. نعم يعني هذا يعني الذي أنصح به أهل العلم، نعم لأنه يعني هو كان في الإمام الشافعي أظن بيقولوا بيتين كده: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأخبرني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن الله بأن العلم نور، بين العلم، بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. نعم يعني هذا هو، هذا الخلاصة، نعم طب هذا الخلاصة. طب سيدنا، ونغمة التزهيد في، يقول لك يعني احنا لا خلينا نشغل بما نحن فيه ودعوا التراث لم يعد له لا، قيمة. التراث ده، هذا التراث الذي يدعونه هو الذي بعث الحضارة في هذا العالم، أي حضارة كانت عندهم إذا لم يكن الأندلس موجودا كان يذهب إليه الأحبار والكبار في الأندلس، إن لم يكن مدرسة بغداد هذه، يعني من أين كان يؤتى العلم؟ هذه المدارس اللي موجودة في الأمصار الإسلامية من دمشق والقاهرة يعني هذه كانت منابر العلم، هي التي يعني قدمت للعالم العلم. القرن السابع عشر ولا بتاع، منذ أن يعني اكتشفوا البارود في الغرب،
ويعني انقلبت الموازين، وبدل أن كان الميزان يميل للإسلاميين في بلادهم صار يميل لغيرهم، نعم وغيرهم حريص على أن يمحو يعني أثر الإسلام وأثر حضارته، نعم فلا نتبعهم. نعم ما تزال طائفة أمتي ظاهرة على الحق حتى يأتيهم أمر الله، نعم فلا بد من وجود أهل الحق دول، ولا بد أنهم يمثلون أهل الحق أحسن تمثيل، نعم لا يلبسون ملابس عالم وهو لا يتأدب بأدب العلم. نعم حضرتك ركزت كثيرا على السلوك ومناسبة السلوك لما يحمله الإنسان من العلم. نعم أخيرا يا سيدنا، معلش أثقلت عليك، الكتاب الذي لا تمل من مطالعته في علم الحديث. هو كتاب البخاري، البخاري، لأن فيه عديدا من العلوم، نعم، سواء في تراجمه أو فيما بعد التراجم من سياق الحديث. يحفز عقلك يا أستاذنا. نعم، البخاري يعني لم يكبر في نظري بما يقال من حفظه وما يقال من امتحانه في بغداد وكده. بغداد وغيرها، ولكن المطالع في كتابه والمتفحص فيه يحس يعني بقيمة وقامة هذا الرجل رحمة الله عليه، نعم والذي مات يعني مبتلا. سبحان الله. نعم 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 ومسلم يا سيدنا ليس له حظ من العناية. والله يعني أنا أنت تقول يعني الذي لا أمله، لكن يعني مسلم والترمذي وأبو داود، يعني أبو داود ده لما يقول لك يعني لما يألف كتاب يقول رحم الله أبا حنيفة كان إماما، رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعية كان إماما، إنما هو يعني يعالج العصبية المذهبية يعني التي كانت شائعة في عصره. سبحان الله. نعم نعم فأبو داود يعني له نصيب، يعني كل واحد منهم يمتاز، والترمذي أيضا سيدنا تحس أن له يعني يتميز بشيء. نعم أنا اتكلمت عن الترمذي أيضا في كتاب العلل، نعم لأنه الترمذي في كتابه وفي العلل الكبير نعم والعلل الصغير، نعم فيعني عالم من علماء العلل. نعم وفي إشادته بالبخاري وعبد الرحمن الدارمي، إنما يعني وأبو زرعة، ويقول إنه لم يجد مثل البخاري. سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه. فيعني عالم العلل ده يعني علم كبير جدا، والبخاري ده كان من أعلمهم. صارت متعتك في علم العلل يا سيدنا؟ صارت متعتك في علم العلل؟ صارت متعتك في علم العلل؟ هو ما قرأته عنهم. لا أنا أتكلم عن ممارستك له. ممارستي له؟ نعم. كانت هي البداية. نعم. أن أعلم علم العلل من قديم. نعم. وهو من ضمن علوم الحديث. نعم. ويعني قرأت فيه في الماجستير والدكتوراه، لكني طوال وجودي في السعودية ما تعرض أحد لعلم العلل. نعم. والذي يعني هيج علم العلل في نفسي هو الأردن. الأردن. هو الأردن. وكان يأتيني، أنا كنت في إربد. نعم. في جامعة اليرموك. ويأتيني الطلبة من عمان. نعم مسافة بعيدة جدا. من عمان. نعم. وأحيانا من جنوب عمان. وموظفين كلهم. سبحان الله. يعني كنا ندرس مساء عشانهم. وكان يعني في مثل هذه الأيام كنا بنمشي بعد العشاء. نعم. نعم. فهذه الحقيقة يعني هي اللي وقد يعني لم أخرج من الأردن إلا بعد يعني الدكتوراه
أنا كنت مشرف عليها، وناقشت دكتوراه أخرى ما شاء لم الله أكن مشرف عليها. ما شاء الله. طب يا سيدنا، نحن على نوم في انتظار وشوق إلى كتاب العلل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم، أن يطيل عمركم في عافية. وأنا سعيد جدا أن شرفتني بالجلوس إليك، وأن تواضعت فجعلتني يعني متحدثا معك وسائلا لك، جزاك إنما الله جلست خير. مجلس التلميذ الطالب. يعني جزاكم الله خيرا ورضي الله عنكم. أنت والله يعني أنت وزملاؤك يعني قدمتم لي معروفا ربنا يحفظكم يا يعني، سيدي. ويعني كان سببه ابني محمود رضوان اي نعم. يعني، وفضيلة الشيخ الأستاذ يعني اللهم صل على رسول الله سلام الشيخ ابو اسحاق الحويني. الأستاذ الحويني نعم ربنا يحفظك. يعني إسحاق الحويني، يعني هو من أئمة الحديث الحقيقة. ربنا يحفظكم يا سيدنا. الحمد لله. فيعني حرصه على هذا يعني جزاه الله عني خيرا، يعني فإنه أخرجني من الخمخم. الحمد لله، هو يعني الحمد لله أن أكرمنا بشيخنا وبكم، وأن يعني جعله سببا في هذا الخير، وكان كثيرا ما يلح على عقد هذا اللقاء، والحمد لله أن شرح صدركم جزاه له يا الله سيدنا خيرا، الحبيب. ربنا جزاه يحفظكم الله ويرضى خيرا عنكم. وجزاكم خيرا ربنا ونفع يحفظكم، بكم إن شاء ربنا الله. يرضى عنكم يا سيدنا ويعافينا وإياكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون فيما قلنا الفائدة التي تجلو القلوب وتحدوها إلى علام الغيوب سبحانه وبحمده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.